بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية، ويا ريت تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. في حالة اليوم معانا المكمل الغذائي الجديد فلورين كبسول، وهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مكتوبة بوصف الفيديو. ويعمل فلورين كبسول على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقط الشعر ومقاومة التهابات فروة الرأس وتأخير ظهور الشعر الأبيض ومقاومة مشاكل الصلع واستعادة المظهر الصحي للشعر. ويعمل فلورين كبسول على تأخير ومقاومة علامات التقدم في العمر، ويعمل على تغذية البشرة وحمايتها من أشعة الشمس ووقاية البشرة من التلف، ويساعد مستخلص الدخن الموجود بالعبوة في تعزيز الدورة الدموية وتقليل حب الشباب وتقليل الندبات وترطيب البشرة ودعم صحة القلب والدماغ وتعزيز الأيض في جميع أنحاء الجسم، ويساعد الدخن أيضا في تحسين عملية الهضم بدون زيادة الوزن، ويعزز إنتاج الطاقة والحيوية، ويقاوم فقر الدم، ويخفض الكوليسترول في الدم، ويساعد عنصر الدخن على النوم بهدوء وتحسين التنفس وتعزيز صحة الأمعاء. ويعمل فلورين كبسول على دعم صحة الأظافر وحمايتها من الضعف والتشقق والكسور ويجعلها تنمو بشكل طبيعي. الجرعة كبسولة أو 2 كبسولة في اليوم أو حسب إرشادات الطبيب. العبوة 30 كبسولة. سعر العبوة 120 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.